الوقوف على تفاصيل جهود الدولة في توفير السلع خفض الأسعار. أيضا بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار. أهلا بك دكتور، وكيف ترى كل هذه الجهود من قبل الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين؟ تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا هناك كل مواطن النهاردة بيسأل نفس السؤال، هو دلوقتي بعد ما حصل جهود كبيرة من الدولة ووفرت العملة وانخفض سعر الدولار وغير ذلك، لماذا لم تنخفض الأسعار؟ من هنا جاءت مبادرة رئيس الوزراء واجتماعات رئيس الوزراء وجهود الدولة. هناك أسعار كانت من حوالي شهر أو شهر ونص كان هناك حجة بأن أسعار الدولار مرتفعة وأن اللوجستيات مرتفعة وأن هناك اضطراب في حالة السوق. وما أن قامت الدولة بتوفير أموال والعمل على فك الحظر الجمركي ومناشدة التجار على أنهم يجيبوا سلعهم، أصبح النهاردة السؤال الآتي هو متى وكيف نخفض الأسعار. هذه الأمور كان هناك مجموعة من الجهود قامت بها الدولة، زي اجتماع دولة رئيس الوزراء مع الغرف التجارية وزي مناشدته للمجموعات السلعية على أنه لابد أن تخفض الأسعار في حدود 30%. هناك وعد على أنه يكون بعد عيد الفطر، وفي هذه الحالة هناك بعض السلع التي قد تكون بدأ خفض فيها، وبخاصة في أسعار الخبز المدعم، الخبز السياحي انخفض بنسبة 35% يا دكتور. لكن هناك جهود، وفي سبع سلع أيضا استراتيجية انخفضت، تم تحديد سعرها السلع الاستراتيجية. وهناك أيضا هناك السلع الأساسية زي السيارات وزي الثلاجات وزي الغسالات، كل أنواع السلع المواطن المصري بيسأله. ومن هنا هناك جهود كبيرة تحصل. أول حاجة مواجهة الدولة بقوانين وأن المخالفات لابد أن تكون حاسمة. النقطة الثانية العمل على توفير السلع البديلة والعمل على إنشاء صناعات على أن يفك هذا الأمر ويزيد الإنتاج. الأمر الثالث وهو مناشدة المواطنين على أنهم لابد أن يكونوا عين الدولة، وكذلك حماية المستهلك في أن لابد أن يكون هناك ضغوط. الأمر الرابع وهو الاتفاقيات اللي تمت مع الغرف التجارية والمجالس السلعية المختلفة على أساس ضرورة خفض الأسعار، باعتبار أن كل الحجج التي كانت موجودة أو التي كان يسوقها بعض التجار قد قامت الدولة بحلها، وهناك جهود موجودة ومحسوسة ومعروفة، وأصبح النهاردة سواء سعر الدولار انخفض، سواء المنتجات في الجمارك فك الحظر عليها، سواء اللوجستيات أيضا كمان، سواء في الضرائب أو غيره، أي أن كل المشاكل قد حلت. وفي نفس الوقت كان هناك دائما كمان هناك مناشدة لبعض المشاكل الاقتصادية زي الاقتصاد غير الرسمي وجهود كبيرة عشان يأمن التاجر. كلنا أمل في تجار مصر على أنهم تجار أوفياء وطنيون يعرفون قيمة الوطن، وأن في هذه الحالة أن انخفاض الأسعار أو مواجهة الأسعار والعمل على خفضها هو مهمة قومية ومهمة أيضا في صالح التاجر قبل المواطن. طيب يا دكتور، بصفتك يعني أحد خبراء الاقتصاد، برأيك ما هي أبرز التحديات العالمية اللي بتواجه الدولة في توفير السلع وخفض الأسعار؟ الحقيقة طبعا لازم نعترف أن العالم أو أن ظروف الدولة المصرية في ضوء هذه الأمور المحيطة هناك ضغوط كبيرة مضغوطة على الدولة المصرية، وهناك أيضا في توفير السلع في ارتفاع معدلات التضخم اللي موجودة في العالم، سواء في اللوجستيات سواء في السلع اللي موجودة. لكن هناك أيضا عناصر قامت بها الدولة على أساس تحل هذا الأزمة، زي مثلا في القمح وغيره. فاحنا دلوقتي الدولة انتمت إلى مجموعة البريكس، فيمكن توفير السلع في هذه الحالة بالعملة الوطنية بعيدا عن الدولار. الأمر الثاني هناك جهود أيضا عشان نقص العملة وعدم تدفقات العملة الموجودة والقصور في العملة الرسمية سواء الدولار. كان هناك اتفاقيات، وكان هناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وكان هناك اتفاقية اللي هو رأس الحكمة وغير ذلك، مما وفر سيولة دولارية، الأمر اللي أدى فرصة للدولة على أنها تقدر تكون توفر السلع الموجودة. الحاجة الثالثة وهو القصور في الطلب أو القصور في الإنتاج، والدولة واجهته بأن زيادة المعروض من زيادة المنتجات، اتخاذ سياسات استراتيجية زي زيادة في القمح والذرة والمحصولات الزراعية. كمان واجهة الدولة زيادة الواردات اللي موجودة
بتوطين الصناعة على أساس تقدر توفر هذه المنتجات بسعر وطني أو منتجات وطنية لتحل محل ورد. هناك ضغوط وتحديات عالمية، وأيضا هناك جهود بتتم على مستوى الدولة لحل هذه المشكلات حتى يمكن توفير السلعة وحتى يمكن الخفض من الأسعار. معنى ذلك أن الدولة دائما تتعامل في تحديات، لكن تقاس قدرتها على كيفية مواجهة التحديات وحل هذه المشكلات. والدولة المصرية النهاردة بتحاول قدر الإمكان على أنها تحل هذه المشكلات في السنوات الثلاثة الماضية، والدليل واضح أن هو هناك أزمات اقتصادية، لكن هناك معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، وهناك أيضا حلول لمشكلات كثيرة. أنا بشكرك على هذه المداخلة دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار.